بسم الله الرحمن الرحيم. مع سيناء أرض الفيروز من مدرسة الغوابين للتعليم الأساسي. سيناء عبارة عن منطقة جغرافية تتبع لأراضي جمهورية مصر العربية. تعتبر سيناء حلقة الوصل ما بين قارتي آسيا وقارة أفريقيا. تقع أرض سيناء في الركن الشمالي الشرقي من مصر على سواحل البحر الأبيض المتوسط. منطقة سيناء عبارة عن أرض صحراوية، وغالبا ما يطلق عليها مصطلح صحراء سيناء. فعلى الرغم من قساوة الحياة فيها وصفة الجفاف التي تتميز بها، إلا أن لها أهمية تاريخية ودينية على مستوى القارة الإفريقية والأسيوية. إن موقع سيناء مميز جدا، فهو على هيئة مثلث يحده من الشمال البحر المتوسط من بور الفؤاد حتى رفح بطول 200 كيلومتر، ومن الجنوب محمية رأس محمد، ويحدها من الغرب خليج السويس، والشرق خليج العقبة، حيث تبلغ مساحتها 61,000 كيلومتر مربع. حيث تمتلك سيناء أجمل شواطئ العالم، من أهم تلك الشواطئ رأس محمد وخليج العقبة وشرم الشيخ ودهب وطابة ونويبع. مناخ سيناء: مناخها صحراوي متوسط، ويتميز بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ولكن قمم الجبال تتميز بانخفاض درجة الحرارة. تهطل الأمطار على سيناء في فترات قليلة، ولكن تعول قمم الجبال السلوك في فصل الشتاء، وفي الشتاء تعتبر درجة الحرارة معتدلة، ذلك جعل لها ميزة سياحية في فصل الشتاء. كذلك توجد عدة ينابع ومياه جوفية مثل منبع وادي حميرة ونبع دير القديسة كاترين. الأهمية الدينية لسيناء: تباركت أرض سيناء بمرور الكثير من الأنبياء على أرضها أو الإقامة فيها، وكان أول الأنبياء الذين باركوا أرض سيناء أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته سارة، وتزوج من هاجر المصرية، وكان ذلك في عام 1890 قبل الميلاد، وسيدنا يعقوب عليه السلام وأولاده الأسباط عندما قدموا إلى مصر للعيش بها في عام 1706 قبل الميلاد. ومر بأرضها سيدنا يوسف الصديق عندما وجدته إحدى القوافل التجارية وباعوه إلى عزيز مصر في عام 1780 قبل الميلاد، وسيدنا شعيب والنبي داود والنبي صالح والنبي عيسى عليهم السلام. الأهمية التاريخية لسيناء: كانت أرض سيناء المعبر الرئيسي للجيوش الإسلامية إلى القارة الإفريقية، فأول هذه الجيوش كانت بقيادة عمرو بن العاص عندما قدم لفتح مصر، وازدادت الهجرات إلى سيناء إبان العصرين الأموي والعباسي. كانت سيناء هي الطريق المعتمد للحجاج المصريين، خاصة في العهد الأيوبي والعهد المملوكي. الأهمية التاريخية لسيناء: وبسبب الأهمية العسكرية لمنطقة سيناء، فقد كانت محط أطماع للصليبيين أثناء دخولهم إلى بلاد الشام وإقامة الممالك في الأراضي الإسلامية. فبعد وصول الصليبيين بيت المقدس ومناطق الشبك في الأردن، اتجهوا نحو الجنوب للوصول إلى خليج العقبة، فوصلوا إلى مدينة العريش في سيناء في عام 1181 ميلاديا، وأحرقوا المدينة وقطعوا الأشجار النخيل وحملوا أخشابها معهم ليستخدموها في صناعة السفن. استمرت أهمية سيناء حلقة وصل ما بين قارة آسيا وقارة أفريقيا من الناحية العسكرية والتجارية، حتى بداية مرحلة محمد بعلي باشا إلى مصر، فقام بإنشاء محافظة العريش عام 1810 ميلاديا، وتم التجمعات السكانية في سيناء لإدارة هذه المحافظة، ووضع تحت تصرف محافظ العريش قوة عسكرية للدفاع عن الحدود بالبلاد. المراكز والمدن الرئيسية في سيناء: مدينة العريش. مدينة العريش هي مركز المحافظة، وتبلغ مساحتها حوالي 762 كيلومتر مربع، بتعداد سكاني حوالي 122,251 نسمة. ميناء العريش ومطار العريش الدولي وعدد من القرى السياحية ومدينة رفح ومدينة بئر العبد. وبعد انسحاب إسرائيل من سيناء بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، تمت إقامة الكثير من المنشآت السياحية التي أصبحت من المناطق السياحية العالمية. كان سيدنا يعقوب وأولاده الأسباط
قدموا إلى مصر للعيش بها في عام 1706 قبل الميلاد، ومر بأرضها سيدنا يوسف الصديق عليه السلام عندما وجدته إحدى القبائل التجارية وباعوه إلى عزيز مصر في عام 1708 قبل الميلاد. كما مر أيضا سيدنا شعيب ونبي الله داود ونبي الله صالح ونبي عيسى عليهم السلام أجمعين. سيناء والجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص. كانت لسيناء أهمية رئيسية للجيوش الإسلامية، فأول هذه الجيوش التي عبرت على أرضها كان جيش عمرو بن العاص قادها عندما قدم لفتح مصر، وازدادت الهجرات إلى سيناء إبان العصرين الأموي والعباسي. سيناء في العهد المملوكي والأيوبي، كانت سيناء الطريق الممتد للحجاج خاصة في العهد الأيوبي والمملوكي، وبسبب الأهمية العسكرية لمنطقة سيناء كانت مطمع للصليبيين أثناء دخولهم الشام وإقامة المماليك في الأراضي الإسلامية. فبعد وصول الصليبيين بيت المقدس ومناطق الشوبك في الأردن، اتجهوا نحو الجنوب للوصول إلى خليج العقبة، ووصلوا إلى مدينة العريش عام 1181 ميلاديا، فأحرقوا المدينة وجمعوا أشجار النخيل يستخدموها في صنع السفن. سيناء في عهد محمد علي باشا. استمرت أهمية سيناء كحلقة وصل بين قارة أسيا وإفريقيا من الناحية العسكرية والتجارية حتى بداية مرحلة علي باشا، فقام بإنشاء محافظة العريش عام 1810 وضم التجمعات السكانية في سيناء لإدارة هذه المحافظة، ووضع تحت تصرف محافظة العريش قوة عسكرية للمحافظة على أرضها. تحتفل مصر في 25 أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982، واكتمل التحرير بعودة طابة عام 1988 ميلاديا. لقد حررت مصر أرضها التي احتلت عام 1967 ميلاديا بكل وسائل النضال من الكفاح المسلح بحرف الاستنزاف، ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ميلاديا، وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي. بدأ من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عام 1974 ميلاديا وعام 1975، ثم مباحثات كامب ديفيد التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط، اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ميلاديا، تلاها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 ميلاديا. وعلى مدى 28 عام من تحرير سيناء كانت هذه البقعة الغالية في بور اهتمام الوطن حتى أصبحت رمزا للسلام والتنمية. تعتبر سيناء من أجمل المناطق السياحية في العالم منذ آلاف السنين، حيث شواطئها الجميلة والرمال الصفراء والشعاب المرجانية والملونة وكذلك الجبال الشاهقة. وتتميز سيناء بتنوع السياحة بها، السياحة الدينية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية. السياحة التاريخية، حيث مرت أرض سيناء العديد من الحضارات، ومنها الحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية وغيرها من الحضارات العريقة. لهذا توجد بها العديد من المزارات التاريخية السياحية مثل معبد الإله حتحور، وهو يوجد قرب رأس أبو زنيبة. كذلك توجد منطقة المغارة التي يوجد بها العديد من النقوش الأثرية، وهناك قلعة النخل وصلاح الدين الأيوبي بالقرب من طابة. عرفت أرض سيناء أنها مهبط الأنبياء والديانة السماوية، حيث عبر منها معظم الأنبياء، نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، وسكن بها نبي الله عيسى عليه السلام، وعبر منها المسيح ابن مريم عليه السلام لأرضها مصر. لذلك كانت لسيناء أهمية قدسية كبيرة جدا، بالإضافة لذكرها فيها القرآن. ومن أهم المناطق السياحية بها دير سانت كاترين. ودير سانت كاترين هي عبارة عن كنيسة منذ القدم يأتي إليها السياح من كل بلاد العالم، وليس فقط المسيحيين بل كل الأديان، لأن تلك الكنيسة من أشهر الكنائس في العالم.
جبل موسى، وهو من أكثر الجبال أهمية دينية وسياحية، فهو الجبل الذي كلم نبي الله موسى عليه السلام ربه منه، حيث يحرص السياح على تسلق جبل موسى. وقبر النبي صالح وهارون، يعتبر قبر النبي صالح وهارون عليهما السلام من أهم المناطق الدينية. ذلك القبر يقع في مدخل سانت كاترين، وهو من أهم المزارات السياحية. وأيضا دير البنات، وهو دير يقع في منطقة وادي فيران، وهو دير للراهبات المسيحيات. وكذلك السياحة الترفيهية، حيث يأتي السياح للاستمتاع بمناخها المميز وشمسها الساطعة ورمالها الذهبية وشواطئها الساحرة التي تطل عليها الكثير من المدن الجميلة مثل نويبع ودهب وشرم الشيخ لممارسة رياضة الغطس والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية الملونة تحت الماء. والسياحة العلاجية، تعتبر سيناء من أفضل المناطق العلاجية التي تقدم السياحة العلاجية للعالم، حيث توجد بها العديد من العيون المياه التي تشفى العديد من الأمراض مثل حمام فرعون وحمام موسى وعيون موسى. كذلك توجد بسيناء الأعشاب الطبية التي تستخدم في شفاء العديد من الأمراض وخاصة الصدرية والجلدية. وفي النهاية، فإن أرض سيناء جزء غالي وعزيز على المصريين جميعا، حيث أن أرض الفيروز أرض الحضارات ومهبط الأنبياء، حيث تهتم الدولة بتنمية هذا الجزء العزيز من الأرض الوطن، حيث تواجه الدولة حاليا تحدي خطير في أرض الفيروز، وهو خطر إرهاب والقضاء عليه. في الختام، كان معكم الطالبة سميرة زاهر جودة من مدرسة الغوابين للتعليم الأساسي إدارة الرودة التعليمية محافظة دمياط، وشكراً.